قناة العبادة الإسلامية تقدم. السلام عليكم. ماذا تعرف عن الأفاعي؟ الله سبحانه وتعالى قد جعل في الدنيا أنواعا من الأفاعي خطيرة جدا، منها الكوبرا الإفريقية. هذه الكوبرا تستطيع بخ السم من بعد مترين في عين الضحية فتقتله فورا. ومنها الكوبرا الملكية، هذه الكوبرا طولها 5 أمتار، ثلث جسدها تستطيع أن تقف عليه وترتفع عليه، تستطيع بسمها قتل 20 شخصا أو قتل فيل بمكانه. من أنواع الأفاعي الأخرى أفعى الأناكوندا. هذه الأفعى ليست سامة ولكنها خطيرة جدا، حيث تلتف حول الضحية وتشد عليه بجسمها فتخنقه فتقتله. لماذا أذكر هذا؟ هذه الأفاعي خلقها الله سبحانه وتعالى ولم يجعلها لعذاب الناس، وإنما جعل عندها هذه الخاصية لتدافع عن نفسها إذا وقعت في خطر. فما بالك بأفعى قد جعلها الله سبحانه وتعالى أفعى للعذاب. هل سمعت بحديث الشجاع الأقرع؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له ماله يوم القيامة على صورة شجاع أقرع. شجاع هو الأفعى، أقرع يعني من شدة سمه، كما قال أبو داود من شدة سمه تساقط شعر رأسه. قال فيتبعه، يعني هذا الأفعى يتبع الإنسان والإنسان يفر منه، يقول مالك ومالي، فيقول أنا مالك، أنا كنزك الذي لم تكن تزكيني. قال فما يزال به حتى يمسكه ويلتف عليه حتى يلتف بعنقه، فلما يرى أنه لا بد أنه فاتك به بدأ يأخذ بيده فيقضمها كما يقضم الفحل، يعني يأكل يد هذه اليد التي لطالما كانت ممسوكة يقضم هذه اليد. قال ثم يقضم سائر جسده. هذا الحديث يجعلك تتعجب تعجبا شديدا من الذي لا يؤدي زكاة ماله، إنه هل رب العالمين ظلمك بزكاة المال؟ هل وجدك فقيرا فألزمك بالزكاة؟ لا، رب العالمين ما ألزمك بالزكاة إلا بعد أن يكون معك مقدار معين من المال، بدونه لا زكاة عليك، بل تكون أنت مستحق للزكاة إذا كنت فقير. طيب أول ما يصير معك مال رب العالمين بيأمرك مباشرة بالزكاة؟ لا، حتى يكون هذا المال مركون على جنب، محطوط على جنب لمدة عام كامل، سنة بأكملها لم تقترب من هذا المال، بعدها يكون عليك زكاة المال. طيب تزكي بالمال كله؟ لا، هذا المال الفائض عندك الذي تدخره تعطي فقط منه 2.5%، وبيضل عندك 97.5% لك. هل من الممكن بعد كل هذا أن تقصر بزكاة المال؟ علما أنك إذا أديت زكاة مالك فستكسب 4 أمور مهمة جدا. الأمر الأول وهي في نقاط السعادة الأربع، نقاط السعادة المالية. الأمر الأول رضا الله، ستكون قد امتثلت شعارك وعجلت إليك ربي لترضى. الأمر الثاني تفر من موضوع الشجاع الأقرع يوم القيامة. الأمر الثالث يبارك الله لك بالسبعة وتسعين ونصف المي الذين بقوا من المال، الله يبارك لك فيهم. الأمر الأخير الاثنين ونص اللي أنت تصدقت فيهم، تأكد أن رب العالمين حيعوضك ويخلفك أضعافا مضاعفة، كن على يقين من ذلك. أدي زكاة مالك برمضان تتضاعف الأجور، أدي زكاة مالك، وأرسل هذا المقطع لكل إنسان تود منه أن يؤدي زكاة ماله، عسى أن يتغمدنا الله وإياكم برحمته، والسلام عليكم.